حين قال الله جعل يسوع ربا ومسيحا، وأراد أن يعلن أمرين من خلال الإشارة إلى اسم الوارث أنه ابن حقيقي. ليه أول ما قال كلمة ابنه قال وارثا؟ عشان تؤكد بنوة المسيح للآب. اللي يورث البشرية كلها هو الابن الوحيد للآب، هو صاحب الكل من الأول، هو خالق الكل، وبالتالي هو الوريث للكل. فهو يعلن من خلال اسم الوارث أنه ابن حقيقي، وأن السيادة أي سيادته على كل شيء غير منفصلة عنه، أي وارثا لكل العالم. بعد ذلك يعود بالكلام مرة أخرى إلى ما كان منذ البدء، الذي به أيضا عمل العالم. بصوا قديس ذهبي الفم بيستعرض في الآية دي بدقة تسلسل الأفكار اللي بيقولها بولس. دخل علينا الأول بأنه كلمنا حديثا في ابنه، أن الله يأتينا بذاته متكلما، ابن الله الوحيد يعطينا كلمة الله بنفسه. ابن الله هو الوارث لكل شيء بحكم أنه الابن، وهو أصلا الذي به كان كل شيء، به عمل العالمين. يبقى الابن الوحيد هو الوريث وهو الخالق من البداية. يقول هنا كمان به أيضا عمل العالمين. أين هم إذن أولئك الذين يقولون أن هناك وقت لم يكن الابن موجودا؟ بصوا بقى، الآباء الكبار دول زي ذهبي الفم، وهم بيفسروا كان لازم يردوا على الهرطقات المحيطة به. تعرفين القديس يوحنا ذهبي الفم جه في القرن الرابع، يعني يعتقد اتولد 347 وانتقل للسماء حوالي 407 تقريبا. فهو جه بعد الأريوسية وبعد مجمع نقيا على طول، وكانت بقى لسه الأريوسية بتنتشر والتشكيك في لاهوت الابن عالي. وعشان كده بيستفيض في شرح الرسالة دي ورسائل تانية مؤكدا ألوهة الابن، لأن أريوس قال الابن له بداية. فهنا ذهبي الفم كأنه بيرد على أريوس اللي سبقه بسنوات طويلة، لأن لسه الأريوسية ممتدة. فبيقول هنا إيه؟ كيف يقول البعض أنه لم يكن الابن موجودا في وقت؟ دول الأريوسيين اللي قالوا الابن ما هوش أزلي زي الآب. ثم أخذ يتدرج بعد ذلك فيشير إلى النهاية، إلى ما هو أعظم من كل هذا، قائلا الذي وهو بهاء مجدي. دي الآيات اللي قالها بولس، بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. يبقى هو الابن وهو الوريث وهو الخالق وهو إيه؟ بهاء مجد الآب ورسم جوهره، وهو المعتني بكل الخليقة، حامل كل الأشياء، فيها الأزلية، فيها القوة المطلقة، فيها الأبدية، فيها كل صفات الإلهية. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، يبقى الابن تجسد من أجل الفداء، تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي، صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم منهم. هو أعظم طبعا من الملائكة بحكم أنه الابن، والذي به عمل كل شيء، والذي يعتني بكل خليقته، والذي قدم بنفسه تطهيرا عن الخطايا، فهو طبعا أعظم من كل الملائكة. يا للعجب من هذا التعقل الرسولي. ذهبي الفم بيتأمل في كلمات بولس اللي في جملتين كده حط لنا ألوهة المسيح واضحة قوي، وفي مقارنة مع الملائكة أعظم جدا من الملائكة. أو من الأفضل أن نقول إن الدهشة والتعجب لا توجه لحكمة بولس، بل لنعمة الروح القدس التي يمكن أن نندهش لها هنا. يعني بولس بيتكلم بالروح القدس، لأنه لم يتكلم بهذه الأمور من أفكاره، كما أنه لا يمتلك هذه الحكمة الكبيرة من نفسه، لأنه من أين ستكون له هذه الحكمة؟ يعني واحد زي بولس يعرف لاهوت المسيح بالعمق ده إزاي؟ إزاي ينطق بالكلمات الكبيرة دي مؤكداً عن طبيعة الابن أنها من نفس طبيعة الأب؟ هل من آلة قطع الجلود التي كان يتبخها؟ يعني عاوز يقول بولس ده كان بتاع خيم وبتاع دباغ، يعني كان بيشتغل، وهو بقى الآلات اللي بيشتغل بها دي اللي هتعلمه اللاهوت. أو من المعمل الذي كان يطبخ فيه، لكن كونه يتكلم بهذه الأمور كان نتيجة لعمل إلهي، الروح القدس بيشتغل في قلبه فبينطقه بكلمات إلهية دقيقة.